اسمك ايه يا يالا؟ ابو اخته. شغال ايه يا عم؟ مروق اشاعات. سالم ابو اخته ده لسان حال الشعب. غلبان ونفسه ياكل لقمه عيش بالحلال. غيري حياتك واشتري التزاماتك يا قادرة. يا قادرة. كنتي طير البرشامه وخايفه تقولي لامك؟ لا يا البرشامه لسه بكرتونات. هات ونص. يا حاتم يا مبلا سالم بيهلك. الواد سالم ده بوظ السوق. بيبيع بنص الثمن وموقف حاله. كان حتى جسمي جغرافي. ما هو دي المصيبه. اللي جسمها جغرافي بتبقى تاريخ اسود. ما تهدي وحني يا واد يا مدلع عشيتي خلاص يا سيد الناس انا هولع. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تيجي اشربك عصير قصب؟ ما ينفعش اسمي وجعني هنا. ما هو الاصبع ده يا اخويا بفضل مرميه في السرير. انت هتعلميني الادب بقى. وما تخلوش ياخدها على الريق. ليه؟ هيجي له هبوط في الكبوت. يا جمال نزلوا يا ناس. حد يناولني خرسانه. احكاله محكاله ده مش غراب ولا يا مام يا روح امك. عشان الحب اوضه طوم وحته انتريه والشقه شكل تاني والمطبخ امريكاني والتلفزيون ياباني واللي والسوداني عرفته بالفلوس انا ممكن اعمل ايه عشان تبقى تتاخر يا نص كمك. ايه اتك عليه وما حد يا بنت هيحفك ولا ينضفك غيري. والله يا بنت لسه قلبك ابيض. قلبي بس انا كلي ابيض. يا صباح الكلمات المتقاطعه. يا خرابي عليها الا وعدت على الميه البرد تسخن تحتيها ولا تقول للزمان ارجع يا زمان هيبهدلك ويؤذيكي اخر اذاني. غلط كتبت لنا يا جنه نخشك من باب الصبر. مطوتي ما بفتحهاش للحريق بفتح لهم مطوه تانيه. اخته استر نفسك يا حكومه. كله في هجرك يا حكومه. واللي يعمل ده خطاره يستاهل دوس الجزم. حياه امه لو وريني كلام قطر لحد هنا ومات الكلام. والاربعين امتى؟ ما يزعل بس وبرضه من بق الاسد. سيبها بقى يومين تاخد العين. نكتب بقى الواحد مننا شغله بقى على كف عفريت ومستني الموت في اي لحظه. ولا عايز تفضل عايش معاها زي الدلدود؟ يا لاخرك كلمه بدايه في حرسات. اهو ده عيب الطوارئ. ولا يحكم قطر عليه؟ بس كله هيبقى سلام. بس احنا يا باشا ما اتخلقناش عشان نزف التراب. بس خاف اليوم لما استطعم ساعتها نحل بيكم. هو العبط رخص ولا ايه؟